قواتها، خصوصا أنها تتزامن وهي ضد في الأساس تصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة؟ حقيقة السيار الصدري يعني كان حاضرا في الأسابيع الماضية، كان اليوم حاضرا السيار الصدري وأيضا من يؤيدهم ومن يناصرهم من بعض الأطراف، وبالخصوص التحالف المدني أو التيار المدني الموجود أيضا في العراق، كان لهم وجود منذ الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد. يعني كان هنالك تواجد كبير في ساحة التحرير، لكن أيضا كما حدث في الأسابيع الماضية والمناسبات الماضية توجه وانتقل التظاهر من ناحية التحرير إلى المنطقة الخضراء وبالقرب من المنطقة الخضراء، طبعا للضغط على البرلمان. البرلمان لم يكتمل النصاب في الجلسة، وما أدى إلى رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة، أي أنها قبل عشر دقائق من أو ربع ساعة من الآن انطلقت الجلسة في موعدها الجديد، وهي يفترض أن يتم التصويت فيها على خمسة وزارات جديدة كما حدث في الجلسة التي سبقت هذه الجلسة. كان هنا التصويت على خمسة وزراء وسبع وزارات، لأن وزارتين بالوكالة كانت لأحد، وبالتالي نحن هنالك ترقب وانتظار للتصويت على خمسة وزارات. أبرز الوزارات المشمولة هي وزارة النفط ووزارة الكهرباء أو عفوا وزارة النفط ووزارة الصناعة ووزارة الإعمار والإسكان، هذه أبرز الوزارات التي أشكرك من بغداد مراسل النيل تحسين طه. طلب الوفد الحكومي اليمني في مباحثات الكويت المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بوقف فوري لخرق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح في عدة مناطق من أهمها مدينة تعز. يأتي هذا بينما قدم وفد التفاوض في المشاورات اليمنية التي تجرى في الكويت ورقة تفصيلية بشأن رؤية كل منهما شأن كيفية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تطورات عديدة شهدتها مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت منذ الخميس الماضي تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف التوصل إلى اتفاق وحل شامل للأزمة اليمنية. ومن أبرز تلك التطورات تقدم حكومة اليمن بتصورها الخاص بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية إلى جانب توضيح تلك المراحل وتسلسلها الزمني. تزامنا قام وفد الحكومة اليمنية بمناقشة أبرز النقاط التي احتوتها الورقة المطروحة مستعينين بآراء الخبراء الأمميين في بعض جوانبها. وذكر بيان للأمم المتحدة أن الوفد الحكومي اليمني ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جملة من القضايا على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني، مجددين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن الالتزام بخيار الحوار السلمي كحل أوحد للقضايا العالقة. ولفت البيان إلى أن المبعوث الخاص عقد جلسة مباحثات مع أعضاء وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وهم بصدد إعداد ورقة تبين تصورهم لكيفية معالجة القضايا الأمنية والسياسية خلال المرحلة المقبلة. كما أضاف البيان أنه اختتم المباحثات بجلسة مشتركة مع الأطراف كافة جددوا خلالها التزامهم بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات المبعوث الخاص واستكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل، وأن الوفدين سيعودان إلى مائدة الحوار السبت. في مدينة تعز تظاهر الآلاف من سكان المدينة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن اليمنية وتسليم أسلحتهم واستئناف العمليات السياسية. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن مسيرة تعز تؤكد إصرار اليمنيين على وقف العنف والقتال ووضع حد لثقافة الموت والقتل. للمطالبة بانسحاب الحوثيين من المدن اليمنية والإفراج عن المعتقلين واستئناف العملية السياسية، تظاهر الآلاف من اليمنيين في مدينة تعز المحاصرة والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية اليمنية. تظاهرات حاشدة شهدتها شوارع المدينة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن رقم 2216، والذي يطالب بوقف الحرب في البلاد.
وخلال المسيرة تردد المشاركون شعارات وهتافات تطالب بوقف الحرب وفك الحصار عن المدينة. نوجه رسالتنا للمجتمع الدولي ونرفض رفضا قاطعا الالتفاف على القرار 2216، لأن القرار 2216 واضح وضوح الشمس، وقف الحرب وانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم السلاح للشرعية الدستورية. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن مسيرة تعز تؤكد إصرار اليمنيين على وقف العنف والقتال، إضافة إلى وضع حد لثقافة الموت والقتل، وأكد عزم الحكومة الشرعية على تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن بكامل بنوده. ومنذ العام الماضي تشهد مدينة تعز معارك مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وبين ميليشيات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذا ويفرض الحوثيون وقوات صالح حصارا على مدينة تعز منذ نحو 10 أشهر، ويشنون قصفا عشوائيا على المدينة يخلف وراءه عشرات الضحايا من المدنيين. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القنصلية العامة المصرية في شيكاغو تتابع عن كثب حدث مقتل المواطن محمد محمود رشدي، والذي اختفى يوم 20 من الشهر الجاري وعثر على جثمانه بأحد صناديق النفايات. وأوضحت الوزارة أن القنصل العام المصري توجه إلى ولاية إنديانا للالتقاء بالمحقق الخاص بالواقعة للتعرف على مجريات التحقيق. قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالحكم على 20 متهما بالمؤبد وبالسجن المشدد على 30 آخرين في القضية المعروفة باسم اقتحام سجن بورسعيد العمومي. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد. معي عبر الهاتف من أكاديمية الشرطة مراسل النيل هشام حامد. هشام، كيف تتابع وقائع الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم في قضية اقتحام سجن بورسعيد؟ نعم، يعني كما ذكرتي محكمة جنايات بورسعيد قبل قليل أصدرت حكما على 20 متهما في هذه القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وعلى 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعلى 18 متهما السجن المشدد لمدة 5 سنوات، وانقضاء الدعوة الجنائية بحق أحد المتهمين نظرا لوفاته قبل الفصل بالدعوة. نحن نعلم جميعا أن المتهمين في هذه القضية، قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي والتي تعود وقائعها إلى عام يناير 2013، يعني يبلغ عدد المتهمين 51 متهما. أيضا محكمة جنايات بورسعيد قررت في حكمها مصادرة الأسلحة المضبوطة والتي من بينها 99 طلقة وعدد من الأسلحة الآلية و28 خزنة. أيضا المحكمة قررت إلزام المحكوم عليهم جميعا متضامنين بدفع قيمة الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة التي خربوها خلال الأحداث التي وقعت في عام 2013. بالطبع كانت هناك إجراءات أمنية مشددة اليوم، أيضا حضر عدد من أهالي المتهمين. أيضا يعني فور انتهاء المستشار محمد سعيد الشربيني من الحكم أصيب أحد المتهمين بحالة إغماء داخل القفص، أيضا أهالي المتهمين والذي لم يسمح لهم بالحضور وكانوا خارج مقر أكاديمية الشرطة حيث انعقاد المحاكمة كانوا متواجدين، ويعني بالطبيعي يعني أصيبوا بحالة من الهياج والصراخ فور علمهم بمنطوق الحكم بحق ذويهم. نعم، أشكرك هشام حامد من أكاديمية الشرطة. أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا قدمته الولايات المتحدة ويقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى نهاية أبريل من عام 2017. وبحسب القرار فإن مجلس الأمن أعرب عن أسفه إزاء الحد من قدرة البعث على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به، بعد أن طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين. مهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي أثار استياء المملكة باستخدام عبارة احتلال لوصف وضع الصحراء الغربية والتي ضمها المغرب عام 75. وردت الرباط بطرد
75 من الخبراء المدنيين من هذه البعثة. هي ظروف لا تتحمل بأي حالة من الأحوال المزيد من تأجيج للنزاعات. وفي نفس هذا السياق فقد طلب الجانب المصري ومنذ شهر مارس الماضي بضرورة اتباع نهج هادئ ومتوازن كسبيل وحيد لتعاطي مجلس الأمن مع المسألة دي قيد البحث. ولقد انعكس هذا الموقف المصري في المفاوضات حول القرار الذي تم اعتماده اليوم، والذي جاء صياغة فقراته بعناية وإتقان ودقة لتعبر بشكل متوازن عن الأوضاع الراهنة اتصالا بالصحراء الغربية وتسعى شكل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرداد حكومته الانتقالية متقاسما السلطة مع المتمردين الجمعة في مرحلة حاسمة لعملية السلام. وقسمت مناصب الوزراء 30 بين معسكري كير وزعيم المتمردين ريك مشار والذي أدى اليمين كنائب للرئيس وأحزاب أخرى خصوصا من المعارضة. واحتفظ وزيرا الدفاع والمالية المقربان من كير بمنصبيهما، بينما أسندت وزارة النفط إلى داك دوب بيشوك المتمرد السابق، في حين تولى حقيبة الخارجية دانيك ألور. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية برهان واضح على تجديد تل أبيب موقفها الرافض لعملية السلام وإصرارها على سياسة تدمير حل الدولتين. كانت إسرائيل قد رفضت رسميا مبادرة سلام اقترحتها فرنسا، زاعمة أن المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لحل الصراع المستمر منذ عقود. كانت فرنسا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعقد مؤتمرا دوليا في باريس في 30 من مايو القادم في محاولة لإعادة إطلاق المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول نهاية العام الجاري. وفي نشرتنا بعد هذا الفاصل، تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمال العراق. اتفاق لوقف القتال في سوريا باستثناء حلب يدخل حيز التنفيذ. قوة الجيش الليبي تتوجه إلى أجدابيا استعدادا لتحرير مدينة سرت. مقتل 13 على الأقل وإصابة أكثر من 40 في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في جنوب شرق بغداد. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في بانوراما. نتحول إلى أحمد فؤاد، تفضل. شكرا لكم دينا وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا. من أخبارنا الاقتصادية نتابع. وزارة المالية تؤكد أن مشروع موازنة 2016-2017 يرفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم، ويستهدف نمو يصل إلى 5%. أهلا بكم من جديد. أكد وزير المالية عمرو الجرحي أن الحكومة تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يقوم